يتحكم الأمن الغذائي في سياسات واستراتيجيات الدول، ويساهم فاقد الغذاء بشكل كبير في زيادة أزمة نقص الغذاء وما يترتب عليه من مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، حيث يعاني ما لا يقل عن حوالي 45 مليون نسمة، أي ما يعادل 20% من السكان، من سوء التغذية. ونصطحبكم الآن في رحلة للتعرف على أسباب ومشكلات الفاقد من الطعام. أنا لو عندي غيط النهاردة، ما أنا لازم أنزل العربية، العربية دي مثلا بتشيل طن، 2-3 طن. طب أنا لو جمعت النهاردة مش جايب نص طن، فهضطر أن أنا مثلا أجمع 2-3، فهيبقى في عندي تهدير. أنا النهاردة بجيب العامل عشان بياخد 50 جنيه بيجمع بيها هو، طب النقل، طيب عشان أروح أصرف وأعمل عليها، فبص تلاقيني أنا بخسر، فدي كلها خسائر، فممكن يوصل معايا لأكتر من 25%، ممكن يوصل 50% كمان خسائر. يعتقد البعض أن تعبئة المنتجات عبء إضافي على كاهله، وخاصة إن اقترنت باستخدام وسائل حديثة في التعبئة، ولكن التعبئة السليمة تقلل من الفاقد وبالتالي يزيد العائد، بل إن الأغذية المعبأة بشكل غير سليم تفقد قيمتها الغذائية وتكون سبباً في تفشي أمراض ومشاكل صحية عديدة. بصراحة احنا ما نعرفش حاجة اسمها مواصفات قياسية، كل الحاجات بتتبرر بنفس الدرجة إلا لو هنجمد، وطبعاً الحقيقة في حاجات بتبوظ بس ربنا بيستر. عدم استخدام طرق التبريد والتخزين السليمة لكل أنواع الأغذية يزيد من فاقد الطعام بنسب عالية جداً كماً ونوعاً. لو عبينا بالمقاييس والمعايير السليمة والمعروفة في العالم، فالتكلفة بتاعتها بتكون غالية ونحن هنخسر. الفاقد من الأطعمة في السيارات المكشوفة أثناء النقل أضعاف ما يتم فقده في السيارات المبردة، وخاصة أثناء الصيف، بالإضافة إلى ما يفقد ويتلف أثناء النقل غير المجهز وما يترتب عليه من عدم سلامة الغذاء وتفشي المشاكل الصحية. المشكلة الأساسية في الهدر عندنا بتيجي من المنتاليتي بتاعت الموظفين بتاعت العمال، وهنا بقى بيجي دور السوبرفايزر أو المشرفين إن هم يراقبوا موضوع العمال والبروسيس بتاعت النقل عشان نوفر، ده ممكن أكتر حاجة ممكن توفر موضوع الهدر عندنا في الوظيفة. يفقد الكثير من الطعام أثناء التصنيع، ما بين حصاد المحصول ونقله ودراسه وطحنه وتصنيعه، وما يفقد منه بعد تصنيعه كخبز أو مكرونة أو غيرها. وتخسر منطقتنا كميات هائلة من فقد وهدر للغذاء تصل إلى 20% من الحبوب، و30% من اللحوم والألبان، و40% من الأسماك، و50% من الخضر والفواكه، مما أدى إلى جعلنا أكبر منطقة مستوردة للغذاء في العالم، وخاصة السلع الغذائية الأساسية مثل القمح واللحوم. فلتبدأ من اليوم في تحجيم الفاقد من الغذاء لتحقيق عائد أفضل على استثماراتك، ولتساعد على تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.